وسعدنا والله بتواجدنا معكم واشتروا قولوا اشتروا ايش؟ اشتروا عوراتكم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبغى أقول اشتروا ما واجهتوا. قال اشتروا عوراتكم وهو صادق. بالله ركزوا على النصيحة هذه. والله ابي اقول وجهك نصيحة في محلها. اسأل الله ان الله يسترنا وياكم فوق الارض امين وتحت الارض ويوم العرض امين. والله ما واجهته. اي نعم استر ما واجهته دلعي. الله لا يهينك ولا يهينك. والله انك ما قصرت والله. تراها نصيحه والله يعني ما فيها شيء وان شاء الله انكم من المستورين ان شاء الله. لكن كلنا لازم نتناصح فيما بيننا و كمل معهم كمل ما لك كملت لا والله انت كمل انا